طيب حضرتك بعت لنا 3 قرارات ل3 وزراء اسكان متتاليين، أيوة تمام ممكن تمام تشرحهم للناس عشان تمام يعرفوا ان المسألة ليست بهذا الاطلاق. اتفضل يا فندم. تمام، عندنا اول قرار، قرار الدكتور مصطفى مدبولي وقت ان كان وزيرا للاسكان، وهو القرار رقم 85 لسنة 2019 ومنشور في الوقائع المصرية العدد 44 في 23 فبراير 2019. وفي هذا القرار حصر بالمقابر التي أوصت اللجنة الدائمة في المحافظة ولجنة التنسيق الحضاري بالحفاظ عليها وإدراجها بقوائم الحصر، ومنها هذه المقابر اللي بيتم هدمها الآن. إيه بعد كده؟ أيام الدكتور الحكومة الأولى للدكتور مدبولي، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أيوة في تلك الحكومة أصدر القرار رقم 233 لسنة 2023 ونشر في الوقائع العدد 74 في 29 مارس 2023، وتم في هذا القرار إضافة عدد 86 مدفن، 86 مدفن أيوة في حي الخليفة والمقطم. تبدأ بالمدفن رقم 1 اللي هو أحمد بكشاوي أمير الشعراء، وتنتهي بحوش مناع بقرفة الإمام الشافعي اللي هو رقم 86. بعد كده عندنا دلوقتي في 16/9 الماضي المهندس الحالي اللي هو وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أصدر القرار رقم 1045 لسنة 24 بتاريخ 16/9/2024 بحذف 10 مدافن من هذه المدافن المسجلة على قوائم الحصر دون إبداء أي يعني من أي أول أسباب. قرارات وزير إسكان الجديد إنه هو حذف حاجات طلعها برة تتهدي يعني على طول. ده بيدل عليه يا أستاذ عمرو، يدل إن مفيش رؤية مفيش تنسيق، وخاصة ده ضد قانون الآثار. دكتور حمزة خليني برضو أخد الرأي التاني شوية، قال لك والله إحنا بنعمل طريق يا جماعة، المنطقة ديت موقفة الطريق، الطريق مهم للناس وللتنمية ولكل شيء. تقول إيه؟ ترد إيه على هذا الأمر؟ الطريق إذا كان يتعارض حتى ولو كان للمنفعة العامة مع تراث قومي هو الذاكرة الحية ومعيار الخصوصية وإثبات الذات لأي شعب، يجب البحث عن بديل، وده اللي قاله الرئيس السيسي لما أمر بتشكيل لجنة، ابحثوا عن بدائل يا جماعة وحلول غير تقليدية. وحافظوا على هذا الموقع التاريخي النادر. حضرتك بتقول لي ان القرافه بتاعه الامام الشافعي دي اثر اسلامي نادر. نادر لانها من وقف من ايام عمر بن الخطاب عقب فتح مصر، وعمرها الان 1425 سنه. وبعدين اليونسكو مصنفاها في نطاق القاهره التاريخيه لانها قرافه نادره جدا. لماذا؟ لأنها لا يزال الدفن فيها حيا حتى الآن، والأسر بتتوارث في الدفن فيها وعندها مقابر هناك حتى الآن. حتى تاريخ 2/4 اللي فات لما أصدر محافظ القاهرة قرار بوقف الدفن فيها عشان الهدم. الدكتور محمد حمزة عميد كلية آثار جامعة القاهرة الأسبق بشكرك شكرا جزيلا.